الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد في هذا المقطع القصير جدا إن شاء الله، لكن المفيد لكم جميعا بإذن الله تعالى، طلاب الاقتصاد القياسي، طلاب السلاسل الزمنية والرياضيات، مثال آخر على استخدام ما يسمى بأمر السولفر، the solver command بالإكسل شيت والإكسل كوماند أو إكسل بروجرام، حتى أنه يعطينا تقدير لمعلومات دالة غير خطية. الآن لدينا هذه الدالة الخطية، دعنا أكتب صيغتها الرياضياتية هنا، هاي equation، وهنا الآن على سبيل المثال عندي هنا أضع هذا الكوماند هنا، هذه Q sub I على سبيل المثال تساوي A مضروبة في L، لنفترض مثلا L هنا ليبر، كمية الليبر، هلا بس سأشرح إن شاء الله الدالة، لو قوة ألفا على سبيل المثال هنا ألفا، ومضروب في كابيتال، الكابيتال إكويبمنت أو الكابيتال يعني ستوك، القوة بيتا هنا، بيتا هكذا، الآن بيتا بدي أكبر بس يعني أضخم الخط حتى يكون واضح جدا، هذه الدالة غير الخطية التي نحتاج إلى تقدير معلوماتها، نحتاج إلى تقدير A، دعني ألونها أحمر، وتقدير ألفا هنا، ألفا هذه ألفا أضعها باللون الأزرق الفاتح، وبيتا نضعها باللون الأزرق الغامق. هذه الآن المعلومات A وألفا وبيتا، أريد أن أقدرها الآن من أي من ماذا نقدرها الآن؟ هناك بيانات عن كمية الليبر، هذه كمية الليبر اللي هي العمالة، وهذه كمية الكابيتال، وهذه كمية الإنتاج. بالطريقة التقليدية بالاقتصاد القياسي نعمل ما يسمى تحويل البيانات، transformation of the data، من فضائها غير الخطي إلى فضاء خطي بواسطة التحويل اللوغاريتمي natural log، ونعمل regression. لكن الآن سنستخدم السولفر في حل هذه المشكلة. فأنا الآن بقترح فقط اقتراحات بسيطة، إنه A ربما تكون واحد، وألفا تكون فاصلة ثلاث من عشرة، وبيتا تساوي هنا، لاحظوا لي، خليني أكبرها حتى تكون واضحة، هاي A بدي أخليها أحمر، وهذه بدي أخليها الأزرق الفاتح مشان تميزوها، وهاي بدي أخليها الأزرق الغامق حتى تعرف إنه هذه القيم اللي أنا مقترحها الآن لA لألفا ولبيتا. فدعنا نجرب على سبيل المثال هنا التنبؤ اللي هي الواي هات بسميها أو الكيو هات المقدر بواسطة هذا، تساوي هذه القيمة A حسب هذه هنا، طبعا بثبتها بواسطة F4 حتى تكون هي مثبتة، مضروبة هذه في L، هذه L لاحظوا لي هنا مرفوعة للقوة ماذا اللي هي ألفا اللي هي 3 بالعشرة، وبثبتها بالF4، أغلق القوس، ثم الآن إشارة الضرب، أضع إشارة الضرب ثانية، أفتح قوس مضروب في K اللي هي يعني هذا الموقع هنا، مرفوعة للقوة هذه ومثبتة بF4، نغلق القوس، نضغط انتر، بطلع عند التقدير الاولي. هذا التقدير هو قيمة كيو اللي هي الكمية المتنبأ بها بواسطة هذه القيم. بضغط على الطرف الايسر هنا، الطرف الايمن عمل هذا المربع الصغير الغامق هنا، اضغط عليه بطلع عند التنبؤات. لاحظوا الان هذه كمية الانتاج الفعلية، هاي الان 6 10 وهكذا حتى ننتهي من القيمة 38.2 بالعشرة. أما التنبؤ بواسطة هذه القيم عندما طبقناها هنا باستخدام هذه البيانات فكانت التنبؤات هكذا. لكن الآن سنذهب إلى هنا، هنا تساوي الفرق المربع سكوير أرو هنا، هذه القيمة الفعلية مطروح منها القيمة المقدرة، نغلق القوس نرفعه للتربيع اللي هو مربع الأخطاء
بعد ما نضع هذه القيمة هنا نضغط انتر بكون هذا مربع الخطأ، مربع الخطأ. إذا ضغطت الآن على نهاية هذا المربع البسيط هنا بيطلع عندي هذه الأخطاء، مربع الأخطاء من كل تقدير. هنا بدي أجمع هاي تساوي صم، نفتح قوس من أولها لآخرها، نغلق القوس، اضغط انتر. لاحظوا اللي طلع المجموع من المربعات 921.36 47 147. هاي القيمة اللي هي مجموع مربع الخطأ من التقدير، مربع الخطأ نريد أن نقوم بتقليله إلى ما أمكن ذلك بواسطة المربعات الصورة الاعتيادية، نعمل minimization. لا نستطيع الآن أن نجرب، يعني على سبيل المثال لاحظوا لي هنا لو أنه أدخلنا الانسرت هنا بعد ما ضللتهم ورسمت كل هذه القيم، لاحظوا لي بدي أرجع هنا بلاش أرسمها هكذا، يعني هذه وهذه الآن، هذه لوحدها insert وأضع هذه الرسمة لاحظوا لي هنا، وهذه الرسمة الآن مقابلها لاحظوا لي insert كيف الشكل بيختلف، يعني التقدير طلع بيختلف كثير عن القيمة الفعلية. لاحظوا لي هكذا، صح انه في تصاعد لكن بيختلف، والدليل على ذلك انه القيم هذه لاحظوا الفرق بيناتهم 6 لكن هاي تقريبا 3 بالعشرة، هاي 10 هاي تقريبا 5، هاي 13.5، هاي طلعت تقريبا 7 وهكذا. فالان اريد ان اعمل مينيمايزيشن بواسطه السولفر. الان من اجل ان نقوم بسولف ذس بروبلم من السهولة بمكان اني افرجي الان بعد ما اشطب هذا، بعد اذنكم خليني امحاها، هذه امحاها وانقل هنا الان هذه القيمة الفعلية، القيمة الفعلية مع القيمة المقدرة بعملها اكس هنا اللي هي بدي يعني امحاها من هون واضعها هنا، والان اصبحت ها هنا لاحظوا لي. اوكي خلينا أوسعها بعد إذنكم شوية، وأضع هنا الآن بالفترة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، والعاشرة. الآن إذا رسمنا هذه القيم بواسطة الانسرت وهذه القيمة نلاحظ الفرق الآن واضح جدا بين القيم المقدرة هذه، هذه القيم المقدرة والقيم عفوا القيم الفعلية، هذه القيم الفعلية، أما القيم المقدرة فهي هذه الـ هنا، يعني لاحظوا لي هذا 1 2 اللي هي، فبالتالي هذه القيم هي هذه، أما القيم المقدرة فهي هذه القيم كما هو مشار هنا. الآن بدي أشوف الايرور هنا، طب بدي أعمله مينيمايزيشن، إذا بضغط عليه بروح على داتا كما تعلمنا بالمقطع السابق سولف، والان مؤشره مينيمايزيشن، لاحظي اللي بدي اعمل مينيمايزيشن اللي هي E14، هذه E14 هيها مثبته مينيمايزيشن، اريد ان اغير ماذا هذا اي في الفعل، هذه القيم هي هذه القيم فقط لا غير، وعملت يعني شلت تشيك هنا. الآن أضغط صولب على بركة الله، نشوف الآن من الذي يدعي. نعم الآن بيّنت، لاحظوا التطابق، أوكي لاحظوا التطابق الآن. فإذا قيمة A الفعلية هي 1 فاصلة، يعني هنا الآن هي القيمة أصبحت 1.87916، أما ألفا لاحظوا لي هنا ألفا، ألفا فهي 0.434، أما بيتا خلينا نقولها كلياتها هنا، أما بيتا فهي الآن 0.27 427.
402، وهو التقدير الحقيقي اللي يعني بمعنى آخر أنه عملنا مينيمايزيشن. قبل شوي كان 922 21، الآن لاحظوا لي قيمة المربع الأخطاء كلها مجموعها أقل من واحد صحيح، ما يعني بأن التقدير هنا دقيق جدا جدا، ونلاحظ هنا تطابق الخطين مع بعضهم البعض. لو أني أعمل واحد منهم سميك هنا فورميولا وبدي أعمله أسمك من هذا الكلام هنا، لاحظوا لي وعندي خط أزرق خفيف جدا هنا، يعني وهو هذا الخط الأصفر الأزرق هنا، لاحظوا لي يعني من الصعب أني أقوم به الآن لأنه تداخل مع التقدير، وبالتالي انطبق المقدر على الفعلي، ما يعني بأن فعلا برنامج سولفر مهم جدا بحياتنا كطلاب اقتصاد قياسي وطلاب تايم سيريز اللي هي سيرات الزمنية واقتصاد رياضي. أكون بذلك قدمت إن شاء الله ما يكفي من أمثلة حول برنامج سولفر، راجي أن تستفيدوا منه بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.